صباح الخير عليكم، معكم بيتر شكري، والنهارده هنتعلم درس جديد من دروس برنامج الدافينشي ريزولف. الدرس بتاعنا النهارده هو درس مهم جدا، وهو بيتكلم عن الكي فريمز. ازاي اعمل كي فريمز في البرنامج بتاعي في الدافينشي لو انا عايز اغير مثلا لون معين، او عايز اعمل فلتر معين على لون، او عايز اعمل اي حاجه، اغير اي حاجه في الفيديو بتاعي او في الصوره بتاعتي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي ممكن نعمل الكي فريمز ده. وده طبعا شبه اللي شغالين على البرامج زي البريمير، زي الافتر افكت، وزي الفاينل كات، هيفهموا الكلام ده كويس، ولكن هنا ممكن يكون بطريقه مختلفه شويه. تعالوا مثلا انا عملت سيلكت على الفيديو دوت، عندي هنا في نود رقم واحد. لو جيت من تحت كده هلاقي في حاجه اسمها كي فريمز. الكي فريمز دي هي النقط دي اللي موجوده عندي، ازاي ممكن اضيف نقط تاني واتحكم في الفيديو بتاعي لو انا عايز اغير لون معين فيه او اي حاجه. عندي من فوق هنا كده هلاقي علامة الكي فريمز اللي هي الحاجات اللي ظاهرة تحت دي. لو دوست هنا على علامة دي هيظهر لي السكوبس اللي احنا بنتحكم في الالوان منها، ان احنا بنعلي اللون وبنوطيه وبنشوف درجة التوازن ما بين الالوان، البالانس ما بين الثلاث الوان. كمان عندي في قائمة كده من الجنب هنا كده، دي بتبين لي شوية انفورميشن عن الكليب بتاعي، لكن احنا دلوقتي هنستخدم القائمة دي اللي هي قائمة الكي فريمز. طيب انا لو جيت شفت القائمة دي هلاقيها صغيرة شوية، لكن ممكن اكبر حجمها شوية بحيث ان انا اشوفها بشكل اوضح. لو دوست على العلامة اللي موجودة عندي هنا كده هيكبر لي الفيديو بتاعي بالطريقة دي اهو. لو مشيت الهيد بتاعي هيبين لي الفيديو بتاعي بالشكل دوت، وهو هنا حاطط لي 3 كي فريم هنا كده، وكاتب لي هنا كده كوريكتور 1، وكاتب لي سايزنج. طيب تعالوا نشوف كده ازاي ممكن اضيف كي فريم واتحكم في الفيديو بتاعي. عندي اكتر من حاجه في الكي فريم، عندي حاجه اسمها دايناميك وعندي حاجه اسمها ستاتيك. تعالوا نشوف الفرق ما بين الاثنين. طيب انا هبتدي اعمل نود جديد هنا كده علشان اتحكم فيه. هبتدي اعمل نود جديد على دوت، هدوس الت اس فبيضيف لي نود تاني. لو ما يضيف لي نود تاني هلاقي فيه كوريكتور رقم 2 ظهر، يعني كوريكتور رقم 1 ده خاص بالنود رقم 1، وكوريكتور رقم 2 ده خاص بالنود رقم 2. هضيف كمان واحد هيضيف لي هنا كوريكتور رقم 3. طيب انا دلوقتي هبتدي اضيف كي فريم، فهبتدي ادوس كليك يمين هنا كده، وفي حاجه اسمها اد ستاتيك كي فريم. لو انا دوست على اد ستاتيك كي فريم هيظهر لي كي فريم، ولكن ظهر لي على كل النودز، يعني 1 و2 و3، وادي كوريكتور 1 و2 و3 ظهر لي عليهم كله كي فريم. طب انا عايز بس يظهر لي على الكوريكتور اللي انا عامل سيلكت عليه مثلا رقم 3 او رقم 2 او رقم 1، فهدوس كوماند زد. هاجي هنا كده من الاختيار دوت، هو عامل سيلكت على الاول، لكن انا مش عايزه على الاول، انا عايزه على الكلر. خلاص فهختار من هنا كده كلر، هيظهر لي النود اللي انا عامل سيلكت عليه. انا دلوقتي عامل سيلكت على نود رقم 3، لو دوست على نود رقم 1 كده هيظهر لي الكوريكتور رقم 1، لو دوست على رقم 2 هيظهر لي رقم 2. فانا دلوقتي عايز اعمل الكي فريم عندي على النود رقم 1 والكوريكتور رقم 1. اول طريقه ان انا ممكن ادوس هنا كده كليك يمين واعمل اد ستاتيك كي فريم او اد دايناميك كي فريم، وهنفهم الفرق ما بينهم. او في حاجه تاني ان انا ممكن اجيبه من فوق كده من المارك نفسها وادوس اد كي فريم او اد ستاتيك كي فريم. طيب هنا في ستاتيك لكن مفيش دايناميك. الدايناميك اللي هو اد كي فريم على طول، يبقى الاد كي فريم اللي موجوده هنا عندي في المارك هي الدايناميك، والستاتيك طبعا موجوده بالطريقه دي. يبقى انا ممكن اجيبهم من هنا وممكن اجيبهم من هنا. كمان الاختصار بتاعهم موجود قدامهم، سواء كان ماك او ويندوز هنلاقي الاختصار بتاعهم موجود هنا كده قدام الاسم بتاعي. طيب انا دلوقتي هضيف ستاتيك كي فريم وهنشوف هنعمل بيه ايه. بس نخلي بالنا واحنا بنضيف الكي فريم، لو انا دايس سيلكت في حته مختلفه هيضيف لي الكي فريم في حته مختلفه، لكن انا دلوقتي هعمل اد ستاتيك كي فريم على الجزء ده بس، لان انا دوست فوق على الماستر فضاف لي الكي فريمات في كل الكوريكتور اللي عندي او كل النودز اللي عندي. تاني نكررها تاني، لو انا دوست هنا كده على الماستر، لو دوست على الحته اللي في الماستر كده كليك يمين وعملت اد ستاتيك كي فريم هيضيف لي الكي فريمات على كل النودز اللي عندي، لكن انا هعمل كوماند زد وهضيف بس هنا كده على الكوريكتور رقم واحد ده اد ستاتيك كي فريم بالطريقه دي. هاجي اعمل اد ستاتيك كي فريم هنا كده، وابتدي كده في الكالر ويلز هنا مثلا اغير لون الفيديو بتاعي باي لون مثلا عندي بالطريقه دي. تمام، هو هنا كده غير لي النودز الباقيه لانه انا غيرت الماستر الاساسي الاولاني فغير لي الباقي. طيب لما اجي اعمل بلاي ايه اللي هيحصل؟ هاجي كده
عند الكي فريم الاولاني وهبتدي اعمل بلاي وهشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل في الاستاتيك انه اول ما جه عند الكي فريم اللي انا عامله غير لي اللون مره واحده فجاه، كاني في مثلا في البريمير او في فاينل كات عامل كات عند الجزء دوت ولونته بلون مختلف، فهيجي كده الهيد لما بيمشي عند الكي فريم بالظبط كده وهيديني اللون اللي انا عملته قبليه بفريم، مش هيديني اي حاجه، لكن عند الفريم دوت اداني اللون، واللون ده هيستمر معايا لغايه نهايه الفيديو. وده الاستاتيك كي فريم، ده الاستاتيك كي فريم. طيب لكن الديناميك مختلف شويه، تعالوا نشوف يعني ايه اعمل دايناميك كي فريم. هلغي، هدوس كوماند زد بالطريقه دي، هلغي اللون اللي انا عملته وهدوس كوماند زد تاني علشان يلغي لي الكي فريم. همشي شويه وهعمل اد ايه، اد دايناميك كي فريم. تعالوا نعمله على النود رقم 2. هبتدي اعمل كده، وطبعا خلي بالنا ان انا لازم اكون عامل سيلكت هنا وانا بدوس كليك يمين. هعمل اد دايناميك كي فريم بالطريقه دي، وهمشي شوية وهعمل واحد تاني add dynamic keyframe. هلاقي ظهر لي شكل مختلف كده، وده بيقول لي انه اللون هيتغير من اول هنا لغاية هنا، دي البداية ودي النهاية. فانا عايز اللون بتاعي يبقى طبيعي عادي في البداية، يعني اللون بتاعي في البداية هيبقى طبيعي عادي، وهيجي في النهاية هيكون اللون بتاعي مختلف. تعالوا نعمل نفس اللون اللي احنا عملناه كده ونشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا هو غير لي النود رقم 2 والنود رقم 3، لانه النود رقم 3 بعد رقم 2، فاللي انا بعمله في الرقم 2 بيظهر على طول في رقم 3. تعال نشوف كده الفرق ما بين ده وما بين اللي فات. الاستاتيك كان مره واحده زي كات كده وعمل اللون مره واحده، لكن هنا هنشوف ايه اللي هيحصل لما اجي اعمل بلاي. ابتدى يلون اللون من اول بدايه الديناميك لغايه نهايته، كان اللون وصل للمرحله اللي انا كنت عايزها. لو عايزين نبطئ التلوين شويه، ببتدي امسك الماستر عندي بالطريقه دي وابعده شويه كده، هيبتدي اللي تحت كمان يبعد، فكده اللون علشان يتغير هياخد وقت اطول شويه اهو. فاللون بتاعي ابتدى يتغير بس خد وقت شويه. ممكن كمان ابعد ده شويه كده بحيث برضو انه ياخد وقت طويل شويه وهو بيتغير بالشكل ده. وده الفرق ما بين الاستاتيك وما بين الديناميك. كمان ممكن ان انا احول الديناميك اللي انا عامله لاستاتيك. ازاي؟ لو دوست هنا كده على الكي فريمات اللي انا عاملها بالشكل دوت ودوست كليك يمين كده، هعمل تشينج تو ستاتيك كي فريم. لو دوست على الاولاني كده بالطريقه دي هيغير لي ده لاستاتيك، فهيفضل الصوره ماشيه عادي 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 جدا لغايه ما يجي عند الكي فريم ده وهيبتدي يظهر اللون مره واحده وكاني عملت كات من اول هنا. كمان ممكن احوله الاستاتيك ده احوله لدايناميك. لو انا عملت سيلكت برضو بالطريقه دي وعملت تشينج تو دايناميك كي فريم بالطريقه دي، اتحول تاني للدايناميك. يعني اذا الاستاتيك ممكن احوله لدايناميك والدايناميك ممكن احوله لاستاتيك. طيب لو انا عايز كمان امسح الكي فريمات اللي انا عملتها دي خالص، بدوس عليهم كده او بعمل سيلكت عليهم وبدوس كليك يمين وبعمل ديليت سيلكت كي فريم. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم في درس جديد من دروس برنامج الدافينشي ريزولت.